التشخيص راه كان تاع وكاين اللي لحد الان مازال ما فعلوش حتى. شكرا، لان سنه كامله مرت وبالتالي كان ما كاينش احساس ديال المواطن ومعرفه حقيقيه علاش درنا هاد الانتخابات واشنو جاي في 5 سنين المقبله. وهنا في هاد التوقيت بالذات ديال اليوم فعنده معنى، وهذا المعنى اللي بغينا نعطوا به هاد الاشاره القويه هو نقولوا لهم اودي راه الطريقه ديال التدبير ديال الاشاره القديمه راه متجاوزه وغير صالحه وما كتعطيش الفوق ديالو، كتضعف العمل لا ديال المنتخبين ولا العمل ديال الدوله. الشيء الثاني هو ان المقاربات ما وقعش، انفتاح للمقاربات الجديده ديال التامين المستدام ما وقعش، ادماج واعتبار الازمات اللي كاينه الطاقيه والمائيه والصحيه والماليه اللي خصها تتطلب تدابير اخرى. وكنحسوا بان الابتكار اللي وقع في العالم في جميع الميادين، الابتكار الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا كذلك البيئي، لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذا البناء اللي باقي واصل في هذه المرحله. وهذه لحظه باش لإشارة قويه لجميع المنتخبين والمصالح المركزه والفاعلين اللي عندهم علاقه بهذا الموضوع باش يداركوا في الحق هذا التاخر، لا في المفاهيم ولا التاخر في التفعيل، باش يعاودوا يصحوا. وهذا هو الهدف ديال العمل ديال المجتمع المدني كضوء كقوه اقتراحيه، هو اننا نعطوا اشاره. وكنشكروا وسائل الاعلام اللي واكبتنا بقوه في الجهات 12، وكنشكركم لان بدون مجتمع اعلامي وعلمي ومدني راه ما يمكنش للمسيرين والمدبرين لا في الجماعات ولا في القطاعات المعنيه ولا كذلك في القطاع الخاص ما يمكنش لهم ياخذوا الوجهه الصحيحه ويبقاو يصحوا فيها باش تأثير على الإنسان وعلى البيئة وعلى المجال اللي هو الهدف النهائي من كل السياسات يكون عنده معنى ويكون عنده وقع. طرح لك سيدي المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ التنمية المستدامة. صافي نبداو. سي كسيري، كيفاش كتشوف الحصيلة ديال الجهات 12؟ هو في الحقيقة اللقاءات الجهوية 12 ديال الائتلاف المغربي مع مختلف الفاعلين خاصة المنتخبين وبعض الفعاليات الاقتصادية وكذلك الجامعية والفاعلين من المجتمع المدني وخاصة الإعلامي كذلك، هذه اللقاءات مكنت باش تولي الصورة عندنا واضحة حول الإشكالية ديال بناء المخططات بطريقة تشاركية والفهم لا ديال المنتخبين وديال الفاعلين اللي ما كيرقاش في الحقيقة للمستوى ديال الدستور. وبالتالي هناك خلط في الحقيقة في المفاهيم تبين بالنسبة ما بين التشاور اللي هو داخلي عن طريق الهيئات الاستشارية وما بين الإشراك والاستشارة الحقيقية، واللي خصها تخلي أغلب المواطنين ديال كل منطقة ترابية وأغلب الفاعلين كيعرفوا على شنو هما المشاريع اللي تختاروا، علاش تختاروا، وكيفاش تختاروا، وكيعرفوا كذلك ما وقع بالنسبه للبرامج السابقه من حيث التقييم، شنو النجاحات وشنو الاخفاقات وشنو الاشكاليات وكيفاش خصنا. هذا بين بان فعلا هناك مسافه كبيره ما بين الاهداف اللي في الحق الكل متفق عليها وكينشدها، اللي هو ان تكون عندنا ديمقراطيه حقيقيه، وما بين الواقع اللي اختزل الديمقراطيه في مرحله ترشيحات وانتخابات. ولكن المرحله الاساسيه اللي خصها تكون فيها التعبئه اكبر اللي هي سنه كامله ديال البناء التشاركي لهذه المشاريع، هذه في الحق لم تستغل، والمؤشرات تدل بوضوح بان اكثر من 1000 مواطن ما كيعرفوش حتى فكره على المشاريع اللي عندهم في المنطقه الترابيه، وكذلك الجامعيين والفاعلين المدنيين. وهذا كيخلينا اقترحنا من خلال اللقاء الوطني اللي كان في مراكش واحد الآلية وواحد المشاريع واقترحنا عليهم في اللقاءات 12، وفعلا كان هناك تفاعل كبير، الا ان المشكل هو ان البعض منهم فعلا بدا كيفعل فيها والبعض مازال ما فعلش، باقي هذاك الانغلاق ديال المجالس مع عدد من الفعاليات ومع المصالح اللامركزه وعدم الانفتاح على اغلب وكل الفعاليات في المدينه. وهذا ما خصوش ليه لا الموارد البشريه ولا الموارد الماليه باش يعملوها، لان هي مرحله اساسيه وحيويه في الديمقراطيه وفي بناء المخططات. وهذا اللي خلانا الان في هذه الندوه الصحفيه اختارينا في هذا الوقت باش نقول لهم باقي عندكم شويه الوقت اولا باش تعاودوا تشوفوا هذه الامكانيه وتزيدوا تحسنوا بالنسبه لدوك اللي مازال ما صادقوش، ودوك اللي صادقوا كنقول لهم بان خاص. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.